نشرة إخبارية مفصلة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: الشروع في إدماج عقود ما قبل التشغيل في قطاع التربية الوطنية قبل نهاية شهر مايو القادم، والعينة من قسنطينة. توقعات بإنتاج 50 قنطارا في الهكتار الواحد من محصول الحبوب ببلدية البيرين بولاية الجلفة بفضل الاعتماد على تقنية السقي التكميلي. وضمن جهود الدولة لضمان خدمات صحية نوعية، قطاع الصحة بولاية غردايا يتعزز بعدد من الهياكل الصحية الجديدة. نستهل النشر بمخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير، خاصة ما تعلق بقرار رئيس الجمهورية المتعلق بإدماج كل عقود ما قبل التشغيل في قطاع التربية الوطنية قبل نهاية شهر مايو، والذي لاقى استحسانا وترحيبا واسعا وسط المستفيدين. العينة من ولاية قسنطينة مع آمنة بعطوش. المشرفة التربوية دنيا نموذج يقتدى به في العمل والمواظبة لسنوات عديدة. ها هي اليوم تستفيد من الإدماج المتعلق بعقود ما قبل التشغيل ليصبح لديها منصب شغل دائم في المؤسسة التربوية العاملة بها. كانت عندي مدة عمل في عقود ما قبل التشغيل مدة تقريبا 9 سنوات، والحمد لله يعني تم إدماجي. الحمد لله الدولة اليوم هي واقفة معنا من خلال هذا القرار، هذا الجديد، الإدماج هذا، وهذه الجزائر الجديدة. ما يفوق 1000 موظف في قطاع التربية تم إدماجهم بولاية قسنطينة، وسيتم تسوية وضعيات المتبقين، وهاجر واحدة منهم. كما أنا عندي 11 سنة في قطاع التربية، درنا في مختلف الأقسام، عاد عندنا خبرة كبيرة، رايحين نقدروا نمدوا لهذا القطاع، نمدوا له زيادة. وفرحانين كثير بهذا القرار تاع السيد رئيس الجمهورية. أنا ما زالوا 3272 موظف في الانتظار، قرار إدماجهم الأخير قرار بسط الهدوء على مستوى هذه الفئة هذه، وحنا مستوى الإدارة قاعدين نحضروا للشروع في إدماجهم في مختلف الرتب. الجهود متواصلة لإدماج كل المستفيدين من جهاز عقود ما قبل التشغيل، هذا ما سيسمح ببعث حركية في قطاع التربية مستقبلا. في الاستثمار الفلاحي، نتائج إيجابية حققها فلاح بلدية البيرين بولاية الجلفة في إنتاج مادتي الشعير والقمح بنوعيها بفضل استعمال تقنية السقي التكميلي، إذ تتوقع المصالح الفلاحية إنتاج ما بين 40 و50 قنطارا في الهكتار الواحد. محمد شوقي بونيف. بلدية البيرين بولاية الجلفة استطاع فلاحوها تغيير طبيعتها وجعلها قطبا استراتيجيا لإنتاج القمح بنوعيه والشعير بمساحة مزروعة تفوق 8000 هكتار، منها أكثر من 2800 هكتار تعتمد على السقي التكميلي، حيث أعطت نتائج جد إيجابية. المحصول راه جد ممتاز، ونتأملوا فيه باللي إن شاء الله سنة فوق 40 حتى 50 قنطار في الهكتار. التثمين تاع القمح راه ماهوش كيما المرحله اللي فاتت، راه زاد ب 30 ولا 40%، ورانا متاملين في دولتنا تزيد تدعمنا اكثر ويلحق الاثمان افضل من هذه، مع متوسط العائد راه مصدر دخل ممتاز للفلاح، وراه شرف ونيف للبلاد نتاعنا. السقي بالرش المحوري، هذه الطريقه الاقتصاديه للماء واراده الفلاحين بتحقيق نتائج باهره، إذ يتوقع إنتاج حوالي 40 إلى 50 قنطار في الهكتار الواحد. المنتوج راكم تشوفوا بعينكم، ما شاء الله، شعير، قمح، قمح اللين، خير ربي قاعدين، وشني بفضل الزراعة الرش التكميلي، ومن بعد فتح ربي جات الشتاء جابت هاك، شوف الخير، خير كبير. السقي التكميلي، هذه الاستراتيجية التي تدعمها الدولة والقطاع بوجه الخصوص، أعطت نتائج باهرة، والبيرين كما يعلم الجميع هي خزان للماء، وهذه الطريقة من شأنها مضاعفة الإنتاج، بحيث تجاوزنا في بعض الأحيان 80% من المحصول الولاية.
ليأمل فلاح بلدية البرين وغيرها من بلديات ولاية الجلفة إلى رفع الإنتاج من خلال قرارات ناجعة وآليات لضبط هذا النوع من الزراعة الاستراتيجية، والهدف تخفيض فاتورة استيرادها وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد. في النشاط البرلماني قدم أمس وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي عرضاً أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني يتعلق بمشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية. وأوضح الوزير في عرضه أن اقتراح الأحكام الجديدة يندرج في إطار تكييف القانون مع أحكام الدستور، لا سيما تلك المتضمنة استحداث محاكم إدارية للاستئناف في إطار تكريس مبدأ التقاضي على درجتين، كما يهدف نص المشروع إلى إنشاء محاكم تجارية متخصصة بغرض تكييف أحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالقضاء التجاري مع تطور التجارة وطنيا ودوليا وما يترتب عنه من نزاعات متشبعة تحتاج إلى ذوي الاختصاص. ولدى عرضه سياسة القطاع أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي أمس أن القطاع اعتمد على استراتيجية جديدة لتوجيه نظام التكوين المهني نحو مطابقة برامجه مع احتياجات الاقتصاد الوطني من اليد العاملة المؤهلة. وفي السياق ذاته أبرز مرابي أن تحقيق هذا الهدف يتم عن طريق تعزيز الشراكة، حيث تم إبرام 24 اتفاقية إطار خلال السنة الماضية تخللتها قرابة 1500 اتفاقية على المستوى المحلي، وتكييف عروض التكوين مع الاحتياجات المحلية عبر وضع مخططات للتكوين بمختلف ولايات الوطن. وفي الانشغال الصحي وقصد تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، تعززت ولاية غرداية مؤخرا بعدد من المشاريع الصحية في مختلف التخصصات، منها ما دخل الخدمة ومنها ما هو قيد الإنجاز. أمين شقبقب يفصل. عديد قاعات الصحة متعددة الخدمات تم تدشينها مؤخرا بغرداية ودخلت حيز الخدمة، ما من شأنه رفع الغبن عن المواطن، تقريب العلاج منه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. اليوم هذا المرفق الصحي هو مكسب للحي حتى لعابر الطريق، يعني راه جاي في وجه الطريق ومدخل مدينة غرداية، وهذا يعني سيرتو الاختصاصات الموجودة هنا، الراديوغرافي، التحاليل، الأخصائي النفسي. كانت بحاجة ماسة إلى هذه القاعة، والحقيقة يعني عندما تم برمجة هذه القاعة وتسجيلها في منطقة النمرات، يعني في الحقيقة نشهد بأنها يعني شهدت يعني فترة وجيزة من ناحية الإنجاز. مشاريع عديدة في قطاع الصحة عرفتها الولاية مؤخرا تتمثل في إنجاز مستشفيات بطاقة استيعاب كبيرة بعدة بلديات. الأشغال عرفت تقدما في الإنجاز بعد توقف طويل، ولعل زيارة الوزير ستسهم في تجهيز المؤسسات والإسراع بتسليمها في أقرب الأجال. مستشفى استنزاري ببريان يعتبر مكسب للمنطقة، وإن شاء الله نتمنى ويرفع الغبن على المواطنين ويتسلم في أقرب الأجل. إن شاء الله يكون سكان غرداية مطمئنين وراضيين وفرحين، وهذا إلا بداية، لأن تعلقنا في رفع التجميد وانطلقنا في عمليات عديدة، وكل طلبات المواطنين تاع غرداية كمن رانا ندوهم معنا الجزائر وندرسوها إن شاء الله، باش في الميدان الصحي نكونوا حسب تعليمات سيد رئيس الجمهورية اللي كلفنا بإنشاء إنجازات وإنشاء مصالح صحية وبالخصوص مصالح جوارية لتخدم مباشرة المواطن. مكاسب وهياكل عديدة حظي بها قطاع الصحة بغرداية، وأخرى ينتظر المواطن تجسيدها وتسليمها لتضع حدا لمعاناة المرضى والتنقل لمسافات طويلة من أجل العلاج. تزامنا والشهر الفضيل، احتضنت ولاية بجاية عددا من النشاطات التضامنية التي كانت محل معاينة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، التي أشرفت أيضا على فعاليات الطبعة الثانية للمسابقة الوطنية لحفظ وترتيل القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة. بهيجة بن حليمة.
بروح التضامن ودعما للأسرة المنتجة، يحتضن رواق السوق الجواري للتضامن ببجاية نماذج للمرأة الريفية المنتجة الماكثة بالبيت. الحاجة اللي عندها زريعة نحيو منها الزيت، كما عندنا كما الزيت الهندي نخدموه بزريعة مليح لي غيط لي سير لي سيكاتريس لي تاش مارون. سي دي كونفيتور ما فيهمش كونسيرفاتور، ما فيهمش كولوران، اي ما فيهمش بزاف ثاني تاع السكر، نقص من نسبة السكر اللي فيها الداخل. خدمة المطلوح أغروموطاجين، خدمة ولا التمزين، الخبز الدار، الشكتو، البازين، دي مقطوف، خدمة لي باتنيك ندبي غير هذا كيني. في زيارة للسوق الجواري اللي خصصنا فضاءات لتسويق منتوجات المرأة والأسرة المنتجة على المستوى الوطني من ولاية بجاية، وسيكون هناك زيارة أيضا بالنسبة للمطاعم المخصصة لعابري السبيل بالتنسيق مع المجتمع المدني. في شراكة بين وزارتي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، برنامج ثري تشهده بجاية كمسابقة حفظ القرآن الكريم لفئات ذوي الهمم لأطفال المؤسسات المتخصصة، وكذا دروس ومواعظ وحفظ القرآن الكريم بدار الأشخاص المسنين. قمنا اليوم في المركز الثقافي الإسلامي هنا ببجاية بالتصفيات للطبعة الثانية للمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده لفئات ذوي الهمم. نفحات الشهر الفضيل مع روح التكافل والتآزر بين فئات المجتمع هي ما يزين بجاية ويصنع يومياتها طوال شهر رمضان. في قطاع النقل وقصد تسهيل تنقل المواطنين خلال شهر رمضان، سطر برنامج خاص بمواقيت الاستغلال والتي تبدأ من الساعة 7 صباحا إلى غاية 1:30 بعد منتصف الليل، مع توفير النقل أقول دون انقطاع حتى في وقت الإفطار. وهيبة هوام زيدات. مواقيت مناسبة لشهر رمضان الكريم تستجيب لكافة حركة المواطنين عبر وسائل النقل المختلفة، من مترو إلى ترامواي إلى المصاعد الهوائية. كل عمال مجندين يعملون دون انقطاع حتى في أوقات الإفطار، من 7 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد نصف الليل. تسهيل التنقل عبر المترو وعبر الترامواي والمصاعد الهوائية وخدمة لزبائننا. لماذا؟ أولا لأنها أوقات تتلائم مع أوقات العمل للمواطنين بصفة عامة، وتتلائم كذلك مع عادات العائلات الجزائرية التي تحب بعد الفطور أنها تخرج وتقوم بزيارة الأقارب الأصدقاء أو للتسوق بصفة عامة. كاع العاملين تبعنا تاع ترامواي الجزائر، تاع مؤسسة الاستغلال لترامواي الجزائر، راهم حاضرين كل اي وقت في لا جورني. هنا مواقيت الاستغلال للمصايد الهوائية في شهر رمضان الكريم يكون من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6:30 مساء، ثم تقريبا شوية الفطور. ولخصوص الشهر الفاضل فإن مصايد الهوائية تريفيريك تفتح أبوابها للزبائن والعائلات الجزائرية ليلا طيلة الشهر من الساعة 9 ليلا حتى منتصف الليل. المواقيت الخاصة بالشهر الفضيل لاقت استحسانا كبيرا لدى المواطنين وتنقلاته بأريحية كبيرة عبر كافة المحطات. كي نروح نقرا وندير سبور هنا، ندير سبور في الليل تساعدني كي نروح ونولي. يعني بالأريحة لا في السهرة واحد يسيب مواصلات باش يجي يرجع هذا مكان. تجاوب العائلات مع توفير هذه الوسائل زاد من جمالية سهرات رمضان وحركيته بعد الإفطار. وفي مجال السلامة المرورية تتواصل الحملة التحسيسية لفائدة مستعملي الطريق تحت شعار لرمضان آمن سوقوا بحذر، والتي تشرف عليها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية العاصمة بالتنسيق مع مختلف الفاعلين. ما يخرفي قبل الإفطار نقسم سرعاتنا قبل الإفطار ونتفادى قواعد المرور والتبليغ عن أي طارئ، وعندكم 10 سكوند 10:55. لرمضان آمن سوقوا بحذر، شعار الحملة التحسيسية للوقاية من حوادث المرور التي سطرها الدرك الوطني. لحالينا وحنا اللي نتجنبوا الأخطار هذوما، وحنا لو كان نجيبوا الأخطار هذوما راه معنا زبائن. الحمد لله على كل حال، والدرك الوطني والشرطة
كل امراه مقيمين بالدور المهام تاعهم الحمد لله. السرعه هذيك اللي راه يدير فيها زايده ما راح تمد له حتى حاجه، لانه في نهايه المطاف يربح بالك دقيقه ولا زوج والخسائر والعواقب كبيره اقصى حد، والعواقب تقدر تكون ازهاق روح ولا زوج. تصرفات وسلوكيات سلبية في الساعات الأخيرة قبل الإفطار والمشاحنات أثناء السياقة توجيهات تم التركيز عليها في هذه الحملة. الهدف من هذه الحملة تحسيس مستعملي الطريق حول مدى خطورة حوادث المرور ونتائجها المأساوية، خاصة في هذا الشهر الفضيل الذي عادة ما يميزه طابع خاص له تأثير مباشر على قيادة المركبات، ينتج عنه بروز تصرفات وسلوكات سلبية مثل الإفراط في السرعة في الساعات الأخيرة قبل الإفطار. مدير الأمن الوطني تراهن يعني خاصة في شهر رمضان من أجل التقليل من حوادث المرور على شيئين، الشيء الأول هو الجانب التوعوي التحسيسي يعني من خلال إرسال رسالة مرورية للمواطن أو لسواق المركبات أو مستعمل الطريق يعني بصفة خاصة، الشيء الثاني هو شيء يعني وقائي ردعي من خلال تدخل مختلف المصالح العملية في الميدان. الحملات التحسيسية لها دور كبير في الحد من حوادث المرور تكتمل بتعقل المواطن وحذره. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 أبريل الحالي العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. في إطار مكافحة الإرهاب وقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 16 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني. وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن بإقليمي الناحيتين العسكريتين 2 و 3 17 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر ب9 قناطير و13 كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 16 تاجر مخدرات آخرين وضبط 64 كيلوغراما من المادة نفسها، وكذا 97,370 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى. من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمن راست وبرج باجي مختار وإنجزام وجانت وتندوف 56 شخصا وضبطت 12 مركبة و83 مولدا كهربائيا و53 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف شخصين بحوزتهما بندقيتا صيد بكل من تبسة والوادي. وفي سياق متصل أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر ب71,311 لترا بكل من تبسة والطارف وسجهراس وبرج باجي مختار والوادي، فيما تم توقيف 45 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من بشار والمنيعة وتلمسان وإناميناس. أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة اليوم الوزيرين الأولين السابقين عبد الملك سلال وأحمد يحيى على التوالي ب45 سنوات حبسا نافذا في قضية مجمع بن عمر للصناعات الغذائية بعد متابعتهما بتهم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير.
الكبير، كما حكم عليهما بدفع 1,000,000 دينار جزائري غرامة لكل منهما وإلزامهما بدفع 100,000 دينار كتعويض للخزينة العمومية. أما وزير الفلاحة السابق رشيد بن عيسى فقد حكم عليه بسنتين حبسا نافذا و1,000,000 دينار غرامة مالكة. وبالنسبة لملكي مجمع بن عمر فقد أدين محمد العيد ب8 سنوات حبسا نافذا و8,000,000 دينار غرامة مالية، بينما أدين محمد الهادي ب7 سنوات حبسا نافذا والغرامة المالية نفسها، في حين حكم على سامي ب5 سنوات حبسا نافذا وبالغرامة المالية نفسها. في أحوال الطقس أفادت نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية بتساقط أمطار تكون رعدية أحيانا مرفوقة بحبات برد محليا مع هبوب رياح رعدية على عدة ولايات من الوطن. النشرية التي صنفت في مستوى يقظة برتقالي تمس ولايات المسيلة، المدية، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة والبليدة، وتتوصل صلاحيتها إلى غاية الساعة 3 زوالا من نهار اليوم، وتتراوح كميات الأمطار المرتقبة خلال فترة صلاحية النشرة ما بين 30 إلى 50 ملم، وقد تصل أو تتجاوز 60 ملم محليا. وفي جديد الأزمة الأوكرانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المفاوضات مع كييف وصلت إلى طريق مسدود، متهما أوكرانيا بالتراجع عن التزاماتها في المسار الذي تم التأسيس له منذ محادثات إسطنبول. الموضوع لصالح قاسي. المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تصل إلى طريق مسدود، هذا ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أكد أن كييف غيرت موقفها من محادثات السلام التي جرت في مدينة إسطنبول التركية، منتقدا إخراج قضايا متعلقة بتنظيم العلاقات في شبه جزيرة القرم وسيفاستابول ودونباس من نطاق الاتفاقيات. بوتين أشار إلى أن العمليات العسكرية في أوكرانيا تشكل حماية لروسيا وليس هناك خيار آخر، معتبرا أن المحاولات الغربية لعزل روسيا عن العالم يعد أمرا مستحيلا، وأن العملية العسكرية التي تشنها القوات الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها. هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو الروسي استهدف 38 منشأة عسكرية أوكرانية وثمان مناطق لتجميع المعدات العسكرية في مقاطعة خاركيف. أما في محيط مدينة ماريوبول الاستراتيجية فقد أعلنت روسيا استسلام أكثر من 1,000 جندي أوكراني، وهو ما لم تفنده أو تؤكده كييف. وفيما أعلنت واشنطن أنها أرسلت معدات عسكرية إلى أوكرانيا، ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سمح بضخ 1,000,000 برميل يوميا خلال الأشهر 6 المقبلة من احتياط النفط الاستراتيجي الأمريكي، مما يعد أكبر إفراج عن الاحتياطات الوطنية الأمريكية كخطوة استباقية لتداعيات أزمة أوكرانيا في المجال الطاقوي. في الرياضة، تتواصل اليوم الجولة 25 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم وفق البرنامج التالي: هلال شلغوم العيد يواجه شبيبة القبائل، في حين اتحاد الجزائر يستقبل أولمبي شلف، فيما ينافس اتحاد بسكرة مولودية وهران. ختاما، وفي أجواء إيمانية مفعمة بالبشر والسرور والشوق لبيت الله الحرام، انطلقت اليوم من مطار ورقلة أول رحلة عبر الخطوط الجوية الجزائرية على متنها 300 معتمر لأداء مناسك العمرة. العملية تمت وسط ظروف تنظيمية محكمة، يقول منصور صباح. في أجواء إيمانية يسودها الشوق إلى رؤية بيت الله الحرام والطواف به، انطلقت من مطار ورقلة أولى رحلات العمرة على متنها 300 معتمر، كلهم تفاؤل بعودة هذه الرحلات إلى البقاع المقدسة. فرحنا ياسر، هراك حدنا ما احنا مشوقين لنا 3 سنين واحنا دافعين بصبيرنا ونستنوا،
الحمد لله كي جات الحمد لله هانا وصلنا لها البلاصه وهانا باش نروحوا. ناس فرحانين، ناس كما يقول لك متفائلين، ناس يتسنوا في الخير يجيهم يعني على فنيق، باسكو فوالا صافي دو زون كما يقول لك سيتي بلوكي. الهلال يعني لدرجه ما تتصورش، وفرحه عارمه يعني فرحه عارمه، نحكي بالصفه خاصه نفسي والناس ثاني الله يحضرها الحمد لله. الله هاهم انطلاقه من ورقله والحمد لله هاي الامور سير على ما يرام. ان شاء الله كي نروحوا ان شاء الله يا ربي نديروا الواجب نتاعنا وندعوا لاولادنا والوالدينا والاهل والبلاد نتاعنا ان شاء الله. ربي يوفقنا ان شاء الله ويوفق الجميع. ربي يهنينا ويهني البلاد ويهني الجميع. كل التسهيلات وفرت لفائدة المتوجهين إلى بيت الله الحرام، حيث تجندت مختلف الهيئات لإنجاح الحدث، يتقدمهم الديوان الوطني للحج والعمرة. كل الهيئات المتدخلة في العملية موجودة، هناك تنسيق تام بين مختلف المتدخلين. المعلوماتكم أن هذه الرحلة كما قلنا هي الرحلة الأولى، عدد الوكالات المشاركة في هذه الرحلة يبلغ ثمن وكالات، وإجمالي المعتمرين هو أزيد من 300 معتمر. وسيشهد مطار ورقلة على غرار مطارات الوطن في قادم الأيام رحلات جوية مماثلة نحو البقاع المقدسة. ختام النشرة، إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. الشروع في إدماج عقود ما قبل التشغيل في قطاع التربية الوطنية قبل نهاية شهر ماي القادم، والعينة من قسنطينة. توقعات بإنتاج 50 قنطارا في الهكتار الواحد من محصول الحبوب ببلدية البيرين بولاية الجلفة بفضل الاعتماد على تقنية السقي التكميلي. وضمن جهود الدولة لضمان خدمات صحية نوعية، قطاع الصحة بولاية غردايا يتعزز بعدد من الهياكل الصحية الجديدة. بهذا نصل إلى طي أوراق النشرة، السلام عليكم.